بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه الآيات ختم الله عز وجل بها جملة من الآيات تعلم المؤمنين مناسك حجهم، وهذه الآيات تتناول آخر هذه المناسك وهي الإقامة في منى هذه الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد النحر، وهي أيام التشريق، وسميت بذلك لأن الحجيج كانوا ينحرون هديهم في يوم النحر ثم يجففون جزءا منه، حيث أن الهدي والأضحية كلاهما مما يأكل منه صاحبه ويهدي ويتصدق، فكان الحجيج يجففون جزءا لأنفسهم يأكلون منه في فترة بقائهم في منى، ويأكلون منه في أثناء عودتهم، فسميت أيام التشريق التي يشرقون فيها اللحوم. فهذه الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر هي من أيام العيد، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وكما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي في هذه الأيام الثلاثة أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. آخر المناسك يتعلق بالإقامة في منى هذه الأيام الثلاثة، وهذا منسك لأهل الحج ومعه منسك لأهل الأنصار. وقد ذكرنا أن الله عز وجل قد شاء برحمته وحكمته أن يكون موسم الحج ما أن يكون موسم الحج موسما عاما للعبادة لمن أدرك الحج ولمن لم يدركه، ومن ثم جعل الله عز وجل العشر الأول من ذي الحجة أيام هي أفضل أيام العام، وجعل العمل الصالح فيها أفضل من غيره، وهكذا
جعل الله عز وجل يوم عرفة يوم فاضل لأهل الموقف، وهو كذلك فاضل لأهل الأمصار. فإذا كان أهل الموقف قد أتوا الله عز وجل شعثا غبرا، فإن أهل الأمصار يصطعدون عن هذا بالصيام، فصار هذا من آكد أيام التي يستحب صيامها. ثم يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وهو يوم عيد أهل الإسلام، وهو أيضا مشترك بين أهل الموقف وبين أهل الأمصار. وكذا ثلاثة أيام التشريق بعده، فهي مشتركة بين أهل الموقف وبين أهل الأمصار، فأهل الموقف يمكثون فيها في منى لإقامة ذكر الله عز وجل، وأهل الأمصار أيضا يستمرون في تكبيرات عيدهم إلى أن ينتهي ثالث يوم من أيام التشريق، فيكبرون الله عز وجل في أعقاب الصلوات إلى عصر ثالث يوم من أيام التشريق، ويكبرونه تكبيرا مطلقا في الأسواق وفي المنازل وفي غيرها، وهذا يستمر إلى قبيل غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. هذه الأيام جعلها الله عز وجل من شعائر الحج لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى، وذلك لأن الذكر هو أدوم عبادة، فإنما ينتقل العبد من عبادة إلى عبادة، وكل عبادة يكون قبلها ذكر وبعدها ذكر. فالذكر هو العبودية الدائمة، ذكر القلب، أن يكون القلب دائما، أن يحضر في القلب دائما ذكر الله تبارك وتعالى، ثم ذكر اللسان. ولذا أمر الله تبارك وتعالى بالذكر بعد انقضاء الصلاة، وأمر الله عز وجل بالذكر بعد انقضاء الحج، بل جعل الذكر الذي بعد انقضاء الحج معلما رئيسيا من معالم الحج، وهي هذه الأيام الثلاثة. ومن المعلوم أن الحج ورثته هذه الأمة من معالم دين أبيها إبراهيم عليه السلام، وكان العرب قد ورثوا هذه الشعائر عن إبراهيم عليه السلام، ولكنهم حرفوا وبدلوا، وكان أعظم تحريفاتهم أن جعلوا هذا الحج فيه شرك لله عز وجل، فجعلوا الأصنام حول الكعبة، وجعلوا التلبية تلبية شركية بعد أن كانت تلبية التوحيد. هذا كله مما أحدثه هؤلاء، بالإضافة إلى بعض تحريفات أخر، منها أنهم قد انحرفوا بأيام منى التي هي أيام لذكر الله عز وجل، انحرفوا بها فجعلوها أياما للفخر، للتفاخر بينهم، وهذا هو داء العرب. إذا كانت كل أمة قد ابتليت بداء من الأدواء نفذ الشيطان منه إليهم، فإن العرب كان داؤهم هو حبهم لآبائهم وأجدادهم، وإذا كان الروم قد نفذ إليهم الشيطان من حبهم للشهوات وحبهم للنساء وحبهم للأموال وحبهم للتسلط على رقاب العباد، وهذا أمر تجده في تاريخ الروم إلا من من الله عليه بالإسلام. فالروم كأمة منذ وجدت على ظهر الأرض وهي أمة شهوانية تسعى إلى أن تنال شهواتها، وليس لها كبير غرض إلا في قضاء هذه الشهوات، ولا يكادون يحاربون أو يسالمون إلا على هذه الشهوات، بخلاف أمة الفرس التي ابتليت بحب التسلط على رقاب العباد، ولم تدر الحرب بين الفرس والروم إلا لما خشي الروم على أموالهم، وخشي الروم على ثرواتهم من تهديد الفرس إياهم. وهكذا ما زالت هذه الأمم إلى يومنا هذا تبتلى بهذه الابتلاءات، إلا من من الله عليه منهم بالإسلام، ولكن يبقوا كأمة أمة شهوانية. وأمة العرب إنما ابتليت بحبها لآبائها وحبها لأجدادها، حتى كان هذا هو المانع الرئيسي الذي منعهم من الإيمان بالله عز وجل ومن الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان معروفا فيهم قبل البعثة بأنه الصادق الأمين،
ومع أنه صلى الله عليه وسلم قد جاءهم بهذا القرآن المعجزة الخالدة، رأوا فيه هم ما يحسنون من أنواع البلاغة والبيان، ورأى فيه كل الأمم بعد ذلك ما فيه من أنواع صدق الأخبار التي أخبر بها عن الأحداث الماضية وأخبر عن الأحداث المستقبلة. أتدري أنه كان هناك من قريش من يخرج ليلا متلصصا لكي يستمع لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فيظن ويظن أنه لا يشاركه في ذلك أحد، فإذ به يفاجأ أنه يشاركه في ذلك أربعة أو خمسة رجال، أربعة أو خمسة رجال من قريش يخرجون متلصصين ليلا لكي يسمعوا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. ولكن الأدهى من ذلك أن هؤلاء هم قادة الحرب ومسعروها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يطيقون أن يقولوا أن آباءهم كانوا في ضلال مبين، أو لأن من كان من غير بني هاشم منهم كبني مخزوم، إنما قادهم أبو جهل لخزيهم في الدنيا والآخرة، لأنه قد حرضهم أن يكذبوا بالنبي الهاشمي، لأنه لا يمكن أن يدركوا هذا الشرف فيما بعد، فكيف يشرف عليهم بنو هاشم بذلك. وهكذا كان حب العرب للآباء هو أشد آفاتهم، ومنها دخل الشيطان إليهم. يأمر الله عز وجل المؤمنين بعد إذ أنعم الله عليهم بنعمة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، أزال ما حرفه العرب وما حرفه العرب من دين إبراهيم، وما حرفه اليهود والنصارى من دين موسى وعيسى عليهما السلام، بعدما أعاد الله عز وجل لهم التوحيد نقيا خالصا، بل بعدما قدر الله عز وجل في حجة الوداع، وكان من جملة ما حرفوه وبدلوه أنهم كانوا يبدلون الأيام لما كانوا معظمين للأشهر الحرم التي هي أيضا من شعائر إبراهيم عليه السلام، فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال في الأشهر الحرم بدلوها بغيرها. فأراد الله عز وجل أن تكون الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استدار فيها الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أي أنه صلى الله عليه وسلم حج في شهر ذي الحجة الذي كان ينبغي أن يكون كذلك، والذي إنما ما حدث من تحريف وتبديل قد عوض بعضه بعضا، حتى أخبره ربه عز وجل أن العام الذي حج فيه كان فيه الزمان صحيحا منضبطا لكي تتسلمه أمة الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليسلم أمته الأمانة كاملة، جاء ليسلمهم مشعل أمة التوحيد وركب التوحيد، سلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة كاملة شرعا وواقعا. فمن جهة الشرع شرع له ربه عز وجل هذا الدين القويم، وأحيا الله به معالم التوحيد التي اندثرت، وأكمل الله عز وجل به الدين وأنزل الشرائع التي سوف تحكم الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن جهة أخرى قدر الله تبارك وتعالى أن يكون هذا أن يستدير الزمان في الحجة التي حجها صلى الله عليه وسلم. ثم كان من جملة تصحيح مناسك الحج أن يصحح الغرض من هذه الأيام الثلاثة التي يقيمها الحجيج. كان أهل الجاهلية يحجون وينسبون حجهم إلى إبراهيم عليه السلام، وهم قد حرفوا فيه وبدلوا، فمن جملة ذلك أنهم كانوا يأتون إلى أيام منى يعدونها أيام تفاخر بالأحساب والأنساب، فيذكر كل مآثر آبائه وأجداده، بل كان الواحد منهم إذا أراد أن يدعو الله عز وجل وكأنه يستكثر أن يذكر الله وحده، وكأنه لا بد أن يذكر آباءه، فيقول: أي رب إن أبي كان كذا وكذا، كان كثير المال، كان عظيم القدر، فإن أبي كان كذا وكذا وكذا،
اللهم أعطني مثل ما أعطيت أبي. فهكذا لا يكاد الشيطان يترك للناس فرصة يوحدون فيها الله تبارك وتعالى. فأنزل الله عز وجل على هذه الأمة التي هي الأمة الخاتمة، التي هي الأمة التي سوف تقود البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن يذكروا الله. فإذا قضيتم مناسككم فإنما تكون المناسك مركزة في يوم عرفة الذي هو يوم الحج الأكبر، في يوم عرفة الذي وقفته هي ركن الحج الأعظم، وفي يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، ثم بعد ذلك يكون القر في منى. ولذلك سميت هذه الأيام بأيام منى، لأن فيها الإقامة في منى، وبأيام التشريق لما ذكرنا من تشريق اللحوم. وسمي الأول منها بيوم القر لأن الحجيج يقرون فيه في منى، وسمي الثاني منها بيوم النفر الأول، وسمي الثالث منها بيوم النفر الثاني. يقر الناس في منى بعد أن ينقضي يوم حجهم الأكبر. فأخبرهم الله عز وجل أن هذه المناسك قد تمت، وبقي منها أن يذكروا الله عز وجل ذكرا كثيرا. ثم لكي يقرب الصورة في الأذهان كيف أن الشيطان كان يترك الناس يذكرون أباءهم، لأن الشيطان له غرض في هذا. وإذا أردت أن تنظر إلى كيف يكون الاجتهاد فانظر إلى اجتهاد أهل الدنيا في دنياهم، وأعظم من هذا فانظر إلى اجتهاد أهل الباطل في باطلهم، لأنهم حينئذ يجتهدون بلا مقاومة. وأما أهل الحق فيقاومهم الشيطان. لينظر الإنسان وليتعظ بحال هؤلاء. فضرب الله عز وجل مثلا لهؤلاء الذين يحجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعظمهم أدرك حج الجاهلية وأدرك ما كان يفعل في الجاهلية من ذكر الآباء والافتخار بهم وترك ذكر الله عز وجل. فأمرهم الله عز وجل أن يذكروا الله كذكرهم كما كانوا يذكرون قبل أن يمن الله عليهم ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما كانوا يذكرون آباءهم، بل ينبغي أن يكون ذلك أشد. فإن منزلة الله عز وجل في قلوب المؤمنين عظيمة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهكذا أمر الله عز وجل المؤمنين إن كانوا مؤمنين حقا، فينبغي أن يكونوا أشد حبا لله من حب هؤلاء لأندادهم. فينبغي كذلك أن يكون ذكرهم، فإن الذكر هو علامة الحب، أن يكون ذكرهم لله عز وجل أكثر من ذكرهم لما كانوا مشركين، لما كانوا محرفين، لما كانوا مبدلين، أن يكون ذكرهم لله عز وجل الآن أكثر من ذكرهم لآبائهم في السابق. وهناك وجه آخر في التفسير، أنهم يعتبرون هذا الخطاب خطاب لمن أدرك الجاهلية ولمن لم يدركها. قالوا: فإذا فليس الأمر تذكير لهؤلاء بما كانوا عليه في الجاهلية، وإنما هو تذكير لكل بشر بما كان عليه في زمن طفولته، عندما تنتهي معارفه عند أبيه وأمه فيلهج بذكرهما. فتجد أن الطفل الصغير إنما يتغنى ويترنم بذكر أبيه وذكر أمه، لا يعرف إلا كذلك. فقال بعض أهل العلم أنه كذكركم آباءكم، أي كذكركم معشر البشر حال طفولتكم حينما لم تكونوا تعرفون إلا الآباء والأمهات، فكنتم تذكرونهم دائما. وأما الآن إذ بلغتم وعقلتم وعرفتم أن الله عز وجل هو مالك الملك وهو مدبر الأمر، فينبغي عليكم أن تذكروا الله عز وجل الآن كما كنتم تذكرون آباءكم حال طفولتكم أو أشد ذكرا. وعلى أي حال، فالآية فيها أمر لمعشر الحجيج أن يكثروا من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام التي ما شرعت إلا لإقامة ذكر الله عز وجل. ثم بين الله عز وجل آفة تعتري كثير من الخلق، بل هي الآفة الرئيسية التي يضل بها معظم الخلق،
كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهكذا إذا ما جاء الحاج إلى تلك البقعة المباركة وعلم أن الدعاء فيها حري بأن يستجاب، فتجد أن معظم الناس يكثر من ذكر الدنيا، فتجد وكان هذا واقع في أهل الإسلام، وليس أهل الإسلام كلهم على درجة واحدة من الإيمان ولا على درجة واحدة من الفقه، فكان يقع من بعض الأعراب أنهم يأتون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام خصب، اللهم اجعله عام نماء، اللهم اجعله عام كثرة ولد، ثم ينصرفون يلهجون بأمر الدنيا مع أنها حطام زائل. فأمر الله عز وجل المؤمنين أن تكون الآخرة هي أعظم همهم، وأن يدعو الله تبارك وتعالى في أمر الآخرة، مع أن الدنيا يحتاجها المؤمن أيضا، يحتاجها لسداد حاجات فطرية في نفسه، ثم إنها مطية للآخرة، فالمؤمن يحتاج فيها بدنا قويا على العبادة، لسانا قادرا على الذكر، يحتاج الدنيا إشباعا لرغباته المباحة، ويحتاج الدنيا لأنها مطية للآخرة. ولذا أرشد الله عز وجل المؤمنين أن يدعوا بهذا الدعاء الجامع، أن يدعوا الله تبارك وتعالى بأمر الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وهذا من أجمع الأدعية، لعل الداعي حينما يقف في هذا الموقف يعدد ما يريد من مال كثير، من زوجة حسناء، من أولاد، من كذا من كذا، وهذا كله يحتمل أن يكون حسنا وأن لا يكون، فلعل الزوجة التي يسألها تكون وبالا عليه، ولعل الأولاد أن يكونوا عاقين، ولعل المال أن يكون سببا في هلاكه. فإذا سأل حسن الدنيا فهي الزوجة الصالحة الحسناء التي تعينه على طاعة الله تبارك وتعالى، وهم الأولاد البررة الذين يتقرى بهم عينه في الدنيا والآخرة، حينما يكونون في الدنيا بارين به، وحينما يكونون في الآخرة في موازين حسناته، فإن ولد الرجل من كسبه. وإذا ما كان يسأل حسنة الدنيا فمنها المال الذي يكتسب من حلال وينفق في حلال ويعين على طاعة الله تبارك وتعالى. وكأن هذا السؤال المجمل فيه إشارة إلى أن العبد إن كان ولا بد سوف يسمي حاجته، وسوف يسأل زوجة ومالا وولدا، فليسأل من هذا مقيدا بأن يكون حسنا يعين على مصالح الدين والدنيا. وإن آثر أن يفوض الأمر إلى ربه، لا سيما في أمر الدنيا، فهو أحسن وأحسن بأن يسأل حسنة الدنيا ويترك الأمر لله تبارك وتعالى. وعلى هذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أرشد الله عز وجل المؤمنين أن يسألوا الله عز وجل حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، وهي ظاهرة معلومة لا حرج فيها. ولذا شرع في أمر الآخرة أن يفصل الإنسان إذا شاء، أن يفصل الإنسان فيسأل لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا، أن يسأل الله تبارك وتعالى التقى والعفاف والغنى، لأن كل ما كان من أمر الآخرة فهو حسن جزما لا محالة، وأما أمر الدنيا فكل أحوالها تحتمل هذا وذاك. ولذا كان من أدب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أنه غالبا ما يجبل في أمر الدنيا ويكتفي بهذا الإجمال الذي أرشد الله عز وجل إليه، ثم أنه في أمر الآخرة طارة يجمل وطارة يفصل، وإنما لا خطر على الإنسان إذا فصل في سؤال الآخرة، لأنه يعلم أن هذا كله من الخير بفضل الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك: وقنا عذاب النار، وكأنه تأكيد على أمر الآخرة، أو كأنه سأل في أمر الآخرة سؤالين، بينما سأل في الدنيا سؤالا واحدا، سأل في الدنيا حسنة الدنيا وسأل في الآخرة حسنتها، ثم سأل، وهذا يتضمن الوقاية من سيئاتها، ولكنه أفرد هذا أن يقيه الله تبارك وتعالى عذاب النار. وهذا من أجمع الدعاء
إذا ما أدرك صاحبه أن الداعي لا بد له أن يعمل بما دعا. وهل يتصور أن إنسان يدعو الله تبارك وتعالى أن ينقذه من خطر مثلا وهو يرى أن هذا الخطر قادم عليه ثم يجلس، أم أنه يجمع بين الدعاء وبين الفرار من هذا الخطر؟ هذا هو مقتضى هذه العقول. فهذا الذي يقول وقنا عذاب النار ويدرك أن النار خطر داهم فلا بد له أن يفر منه، وإنما يسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه على الفرار مما يؤدي إلى النار. فهذا إن كان السائل فقيها يدري ما يسأل، أنه يسأل ربه عز وجل أن يقيه عذاب النار، أن يقيه الأسباب التي تؤدي إلى النار من الوقوع في أنواع الشهوات وأنواع الشبهات ومن معصية الله تبارك وتعالى. أمر الله عز وجل المؤمنين أو أثنى على هؤلاء الذين يسألون الله عز وجل، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ على هذا الدعاء بنصه، لا سيما في موسم الحج، فكان يكثر منه صلى الله عليه وسلم في حجه، وجعله صلى الله عليه وسلم دعاء موظفا في الطواف، بحيث كان يدعو به صلى الله عليه وسلم ما بين الركنين، ما بين الركن اليماني والركن اليماني الآخر الذي فيه الحجر الأسود، أي في الربع الأخير من الشوط في الطواف، كان يكثر صلى الله عليه وسلم من ترضيد هذا الدعاء، وهو أيضا مشروع في أيام منى كما نزل به القرآن، وإنما أرشد الله عز وجل إليه أو بما يكون في معناه من الأدعية التي تجمع بين هذا وذاك من سؤال خيري الدنيا والآخرة. ثم بين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين يفقهون الحج ويفقهون مقصوده أتوا من ديارهم شعثا غبرا مقبلين على الله تبارك وتعالى بقلوبهم، وهم يدرون أنهم إنما أتوا ليغسلوا ذنوبهم وليرجعوا من ذنوبهم، كيوم ولدتهم أمهاتهم جاءوا لكي يستجيروا بالله عز وجل من عذاب النار، ومن ثم فهؤلاء يعطيهم الله عز وجل نصيبهم، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، أي أن هؤلاء سوف يعطون مما سألوا بفضل الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، والله سريع الحساب، وهذا الحساب سريع وإن لم يأتي إلا في الآخرة، لأن الدنيا ما الدنيا في الآخرة إلا كلمحة بصر. ومن ثم فسمت أمور كثيرة تظل معلقة إلى يوم القيامة، فليس كل حساب يتم في الدنيا مع أن الله سريع الحساب. فإذا علمنا جزما أن هناك من الحساب ما لا يكون إلا في الآخرة، بل إن معظم الحساب يكون في الآخرة، فإن الدنيا دار عمل والآخرة دار حساب، وإنما قد يعجل الله عز وجل بعضا من الحساب في الدنيا تثبيتا لأفئدة المؤمنين من بركة أو من طمأنينة أو سكينة يجدوها في قلوبهم، ومن نوع من المعذرة والإنذار للضالين المنحرفين أن يعودوا وأن يتوبوا. فكل حساب في الدنيا إنما هو قسط يسير من الحساب، ولكن الحساب بحذافيره في الآخرة، وهذا لا يتنافى مع كونه تعالى سريع الحساب، لأن الدنيا كلها كلمحة بصر. فإذا هذا إرشاد للعباد ألا يستبطئوا الحساب في الدنيا، ألا يستبطئوا عدم ورود الحساب في الدنيا، لا سيما في المظالم، لا سيما في الصراع الذي يكون بين الحق والباطل، فإن كثيرا من الناس يستبطئون النصر ويقولون متى نصر الله، ونصر الله قريب ونصر الله آت، ولكنه قد لا يأتي بالمعنى الذي يريده الناس إلا في الآخرة، وإلا فمجرد تثبيت الله للمؤمنين
على إيمانهم هو نصر من الله تبارك وتعالى. المؤمن ينصر في الدنيا بثباته على دينه، وإن ظلم وإن فتن وإن فتنه الظالمون عن دينه وإن حاولوا رده عن دينه. ولذا قضى الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإذا تأملنا وجدنا من الأنبياء من أوذي، ومنهم من قتل، ومنهم من أخرج من دياره، ومنهم ومنهم، وكل هذا نصر. وإنما نصر المؤمن في ثباته على إيمانه، في ثباته على منهجه. وهذا قد يعود بنصر أعم في الدنيا، وربما يؤجل الفصل إلى يوم القيامة. أخرج إبراهيم عليه السلام من بلده، فكان هذا نصرا له أن صار هو إمام ملة التوحيد، فلم يكون نبي بعده إلا من نسله، بعد أن جعله الله عز وجل مؤسسا للمسجد الحرام ومؤسسا للمسجد الأقصى، وجعل من نسليه شعبتين فاضلتين، إحداهما كان فيها أنبياء بني إسرائيل إلى أن انقطعت منهم النبوة وحرفوا وبدلوا وانحرفوا، فكان الفرع الآخر الأكثر شرفا الذي ادخره الله عز وجل للرسالة الخاتمة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج محمد صلى الله عليه وسلم من مكة، والتي هي أحب البلاد إليه، فوق أنها هي أحب البلاد إلى الله، فكان بهذا أن رزق المؤمنون بلدا أخرى يأوي إليها الإيمان ويأزر إليها الإيمان، شرفت بنسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف هناك من كثير ممن نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع الله عز وجل ذكرهم وشأنهم حتى سموا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع المؤمنين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم حتى صاروا المهاجرين إلى الله عز وجل. وهكذا نصر الله عز وجل يأتي بتثبيت المؤمنين في الدنيا، وقد يعود عليهم ثباتهم بشيء من النصر في الدنيا، ولكن الفصل في النهاية في الآخرة. وهذه الأمة كتب الله عز وجل لها كل ذلك، وكتب لها من أنواع النصر والتمكين في الدنيا، وأخبر أنه إن كان في الجملة يؤجل الفصل بين العباد إلى يوم القيامة، إلا أن هذه الأمة سوف ينصرها الله عز وجل نصرا ظاهرا على الأرض كلها، فيما أخبر صلى الله عليه وسلم من أن الله زوى له الأرض ما بين مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمته صلى الله عليه وسلم سوف يبلغ ما زوي له منها، وإنما لم تبلغ الفتوحات الإسلامية الأولى وسط أوروبا، بالإضافة إلى أنها لم تدخل البلاد التي لم تكن مكتشفة حينئذ كالأمريكتين وغيرها. إذن فثمة نصر آخر لهذه الأمة، نصرا عزيزا وتمكينا ظاهرا، إلا أنه هذا لا ينبغي أن يكون معه شيء من الاستعجال، بل ينبغي أن يدرك المؤمن دائما أن الحساب بحذافيره إنما يكون في الآخرة، وأن الله سريع الحساب، أي أن هذا الحساب الذي في الآخرة ليس بطيئا، فلا داعي للعجلة، أن الدنيا سوف تنقضي بين عشية وضحاها، وسوف يرجع الناس إلى الله تبارك وتعالى، فما كان من قضاء قضاه الله عز وجل بين العباد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، بعدما أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يمكثوا في منى لإقامة ذكر الله عز وجل، وذكرهم بأنهم كانوا قبل أن يمن الله عليهم بالإسلام يتفاخرون بالآباء والأحساب والأنساب، فحري بهم بعد إذ من الله عليهم بالإيمان أن يمكثوا معظمين لذكر الله عز وجل، وأن يتعرضوا لنفحات الله عز وجل ورحماته حينما يكثرون من الدعاء فينالون به ثواب الدنيا والآخرة. ثم أكد الله عز وجل عليهم هذا الأمر بأن هذه أيام معدودة، وهي أيام ثلاثة، ومع هذا جاءت رخصة: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فبين الله عز وجل أنها وإن كانت ثلاثة أيام معدودة، وفي هذا تهييج وتأكيد للمؤمنين أن يمكثوها وألا يتعجلوا، لأنها ثلاثة أيام لا أكثر ولا أقل، وهي تعد على الأصابع، بل هي أقل من هذا، ولذا فليمكث الناس فيها مقيمين لذكر الله تبارك وتعالى. ثم بين أنه أعطى الناس رخصة لأن الناس قد يحتاجون إلى نوع من التخفيف، فهؤلاء الذين قدموا للحج لا يدرى متى قدموا، ولعله كان في أزمنة يأتون على ظهور الإبل فيسيرون مسيرة شهر مثلا أو أكثر أو أقل، ثم سيعودون لمثلها، وربما نفد زادهم، وربما احتاجوا للتزود من شيء في الطريق، وربما فجعل الله تبارك وتعالى رخصة في التخفيف في اليوم الثالث. فمن تعجل في يومين، فمن تعجل بعد يومين من أيام التشريق الثلاثة فهذا لا حرج عليه ولا إثم عليه، رخصة من الله تبارك وتعالى. والمعلوم أن هذه الأيام بالنسبة للحاج فيها بالإضافة إلى ذكر الله، فإن كان الذكر عاما بين الحجيج وبين أهل الموقف، إلا أن الحجيج يختصون في ذلك برمي الجمار، ورمي الجمار شعيرة من شعائر إبراهيم عليه السلام، وهي ثلاثة أماكن أراها جبريل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام، وأمره أن يلقي فيها حصوات، وكانت في زمن إبراهيم عليه السلام إنما مرسومة على الأرض على هيئة دائرة، ثم في أزمنة متأخرة بني عليها صور، ثم زيد في بنائها أشياء غير ذلك من إشارات أو علامات أو أعمدة في وسطها، ولكن الذي هو من شعائر إبراهيم إنما هي منطقة دائرية ينبغي أن يلقي فيها الحاج بحصوات. وقد اختلف العلماء هل لهذه الشعيرة إشارة إلى شيء ما، كما في السعي بين الصفا والمروة، فإنه إشارة إلى فعل هاجر عليها السلام لما كانت تبحث للماء عن ولدها إسماعيل عليه السلام، وكما في كشف الكتف في الطواف الأول في القدوم إلى مكة. ومما ينبغي الانتباه إليه أن كثيرا من الحجيج يبقى طوال الحج كاشفا لكتفه، وهذا غير مشروع، وإنما المشروع أن يكشفه فقط في طواف القدوم، في أول طواف حينما يقدم إلى مكة. هذا الكشف إنما له علاقة بفعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في عمرة القضية التي كانت بعد صلح الحديبية، أن لما تحدث المشركون قال: يأتيكم قوم قد أنهكتهم حمى يثرب. وهذه طريقة الكفار، يريدون أن يشفوا غيظ صدورهم بشيء من التشفي في المؤمنين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكشف أكتافهم اليمنى وبالإسراء وبضم الخطى وإسراعها بما يعرف بالرمل، فكان هذا فيه غيظا للكافرين، فقالوا: هؤلاء الذين ذكرتم فيهم ما ذكرتم، والله إنهم لا يطوفون كالغزلان. فبعض شعائر الحج كانت تذكيرا بأحداث ثم بقيت سنة،
فهل في الرجم شيء من هذا؟ بعض أهل العلم يقول أنه ليس فيه شيء من ذلك، وإنما هو عبادة محضة لا ندري، لا تذكرنا بشيء. والبعض يقول، وفي هذا بعض الآثار الحسنة، أن إبراهيم عليه السلام لما هم بذبح ولده إسماعيل عليه السلام خرج به من مكة إلى منى، ومنى تعتبر كالصحراء بالنسبة لمكة، أو كأنها هي البعد الصحراوي لمكة، فخرج به حتى لا تراه أمه فتصده عن الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى، فخرج عليهما السلام من مكة إلى منى لكي ينفذ أمر الله بلا تدخل من إنسي، وهم يعلمون قلوب النساء وضعفها، وأنه لما خرج خارج حدود مكة وأشرف على الدخول إلى منى وكان قاب قوسين أو أدنى من امتثال أمر الله، تروي بعض الآثار فيها شيء من الضعف، ولكن تحتمل التحسين أنه قد ظهر الشيطان وتمثل لإبراهيم عليه السلام ولبث ثوب الوعاظ، أتذبح ولدك بيدك؟ فعلم إبراهيم عليه السلام أنه لا يعلم أحد أنه سيذبح ولده من الإنس، وإنما يكون هذا أحد من الجن قد سمع ما دار بينه وبين ولده حينما أبلغه أمر الله عز وجل، فأسلم لله عز وجل كلاهما، فرماه بحصوة، أخذ حصوة من الأرض ورماه بها وقال اخسأ عدو الله، ثم ظهر له بعد خطوات فكان كذلك فرماه بحصوة أخرى، ثم ظهر له بعد خطوات فرماه فأخذاه الله عز وجل فاندحر، وتراكاهما لتنفيذ أمر الله عز وجل، فلما أسلم وتله للجبين جاء النسخ من الله تبارك وتعالى، فبقيت سنة. وفي هذا صح الأثر عن ابن عباس، وإن كان لم تصح هذه القصة بطولها، إلا أنه قد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. ولذلك فالظاهر أن هذا تذكار لما كان من إبراهيم عليه السلام، وكيف أنه لم يترك للشيطان مسرحا لكي يرده عن أمر الله تبارك وتعالى، مع أنه أمر بأمر هو البلاء العظيم، فتنة لم يؤمر بها المؤمنون بعده رحمة من الله عز وجل بالمؤمنين، وإنما أمر بها إبراهيم عليه السلام لأن الإيمان الذي في قلبه يطيق هذا، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. يقيم الحجيج في منى يرجمون هذه المواطن الثلاث، كل منهم فيما بعد أراها جبريل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام، ثلاث مناطق دائرية ترجم، إحداهما وهي الأخيرة وتعرف بالجمرة الكبرى، هي الأخيرة بهذا الترتيب الذي ذكرناه، وهذه ترمى في الجمرة الكبرى وهي الأولى في هذا الترتيب، إنما ترمى في يوم العيد هي وحدها، ثم هذه بسبع حصيات، ثم ترجم الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة، كل واحدة بسبع حصيات، فيكون المجموع سبع حصيات في يوم العيد وواحد وعشرين حصاء في اليوم الأول من أيام التشريق، وواحد وعشرين في الثاني، وواحد وعشرين في الثالث، المجموع سبعون حصاء يلقيها الحجيج، ويستحب لهم أن يلتقطوها من مزدلفة وهم في طريقهم من النزول من وقفة عرفة. فأما إذ رخص الله عز وجل للحجيج في أن يتعجلوا بعد يومين فيسقط اليوم الثالث بكل شعائره، فلا يبقى عليهم فيه رمي، وإنما يرمون في يوم العيد، وهذه من المناسك التي تلزم للتحلل، جمرة العقبة الكبرى فقط، ثم يرمون في اليوم الأول الجمرات الثلاث وكذا في الثاني، فمن تعجل، فمن رحل عن منى فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، هذا من باب المشاكلة، وإلا فمن تأخر فقد أحسن وقد فعل الأتم في هذا. وأما فيما سوى رمي الجمار فإنما شرع البقاء في منى لإقامة ذكر الله عز وجل، وهذا يشترك فيه الحجيج وأهل الموقف في استمرار تكبيرات العيد واستمرار حرمة الصيام التطوع، لا من أجل أن يكون هذه الأيام فيها
نفس فضائل العيد من إظهار الفرحة ومن التنعم بنعم الله تبارك وتعالى. ثم قيد الإثم، ثم قيد نفي الإثم بمن اتقى، وهذا بمن اتقى في سائر حجه، أي أنه قد رفع عنه الإثم في هذا اليوم الثالث إذا ما تعجل فيه، ولكن إن كان قد اتقى ربه عز وجل في سائر حجه فلا إثم عليه، أو اتقى الله عز وجل في أخذه بالرخصة. ومنه ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينتفع بالرخصة عاص، أن العصاة ليس لهم رخص، وعلى هذا جمهور أهل العلم، فلا يجيزون لمن سافر سفر معصية أن يفطر في رمضان مثلا ونحو هذا، قالوا إنما يكون التخفيف لأهل التقوى، تخفيف من الله تبارك وتعالى لكي تسهل عليهم عباداتهم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالتقوى التي ينبغي أن تكون هي ديدنهم وهي سلوكهم في جميع حياتهم، لأنهم ينبغي أن يعلموا وأن يوقنوا أنهم محشورون إلى الله تبارك وتعالى. والتقوى هي كذلك، هي أن يتيقن العبد من أنه راجع إلى الله، فإذا علم هذا فليعلم أنه مسؤول، ثم إذا علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه، فإذا كان قبل أن يقدم على أي شيء يعلم أنه سوف يسأل عنه وأعد له إجابته، فتلك هي التقوى التي أمر الله عز وجل بها المؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتي قلوبنا تقواها. اللهم آتي قلوبنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يسر على الحجيج حجهم، اللهم يسر على الحجيج حجهم، واغفر لهم ذنبهم، واقبل منهم طاعتهم. اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.